عام 17 18 الطالب اللي شير دالت شير الساعة 9:30 ميم ألف عين ألف عين أشر بأحد صفحات التواصل أجزاء من الأسئلة وليس كل امتحان بلجنة عبد المنعم رياض الثانوية بنين غش أربعة غش محمول ده كان معهم محمول وواحد كان معه ساعة عندنا بعض الطلبة كان معهم موبايلات محافظة بني سويف إدارة بيبا اللجنة 476 المدرسة بيبا الإعدادية الحديثة بنين ألف شين والطالب ألف كاف والطالب ألف ميم تلك اللجنة يقوم بالغش عن طريق المحمول الإسكندرية كان عندنا كراسات الأسئلة عشان برضو في إطار الشرفية التامة اتأخرت الإسكندرية وسط الإسكندرية اللجنة 863 وتكاد السادة المعلمين وزملائنا المعلمين ورؤساء اللجان ما كان ليخرج هذا اليوم بهذا الشكل الحقيقة بشكر كمان الهيئة الفنية وضعت امتحان اللغة العربية لأن الامتحان مطابق فعلا للمواصفات ولم يشتكي منه الطلاب على المقترح المقدم للتعليم العام والتعليم الفني لزيادة مكافأة الملاحظة والمراقبة احنا عندنا غرفة عمليات الغرفة العمليات دي فيها اعضاء من مباحث الانترنت في عندنا من هيئة قومية للصلاة في عندنا من الرقابة الإدارية في عندنا الأمن العام كل دي الجهات موجودة داخل الغرفة احنا في الغرفة هنا بنتعامل مع 27 محافظة على طول مباشرة في الغرف في عندنا كمان غرف مع اتحاد طلاب مصر عشان مستوى الامتحان يقولوا لنا آرائهم بنتعامل فورا بنقدر في حاجات في الورقة بنعرف نجيبها في آليات جديدة السنة دي مختلفة مجرد ما ورقة تتشير بنعرف نتوصل إلى الطالب